يأتي هذا الاستقبال حسب بلاغ للديوان الملكي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 من مارس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل. كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى لأن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 أغسطس 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقة بين البلدين. وخلال هذا الاستقبال حرص فخامة السيد بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. وبهذه المناسبة جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. وتم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى شكل الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الإسبانية مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية والاقتصادية الأمنية والثقافية، كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية. حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل ألباريس وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دياس أوشلايتنر، وعن الجانب المغربي مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عادل همة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وسفيرة صاحب الجلالة بمدريد السيدة كريمة بن عيش. وبالإقامة الملكية بسلا أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدبة إفطار على شرف ضيف جلالته الكريم فخامة رئيس الحكومة الإسبانية الذي بدأ زيارة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك. حضر هذه المأدبة عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون وسفير مدريد بالرباط، وحضرها عن الجانب المغربي رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وفي ختام مأدبة الإفطار ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي كان محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ضيفه الكريم فخامة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.